من الأموال التي أخذتها تحتفظ الخمس وتحتفظ كل هذا كل هذا النهب وهذا الاغتصاب لهذه الممتلكات لإحياء طقوسها الدينية المستوردة من إيران. فيما يقولون عشرات ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها، وهؤلاء يتضايرون جوعا وفقرا. هؤلاء الناس قضوا نحبهم تحت القبض منازل التي جرفتها السيول، وبعضهم قضى نحبه غرقا في وسط هذه السيول، وبعضهم من السمن ومن الحزن ومن الغضب من القهر.